طيب، واحنا المره اللي فاتت عملنا ايه؟ المفروض المره اللي فاتت عملنا انترودكشن للكورس بتاع الديجيتال كوميونيكيشن، صح؟ وكنا اتكلمنا على ايه البروبلم بتاعه الكوميونيكيشن الاساسيه، اللي هو ايه البروبلم اللي احنا هنكمل فيها لغايه ما نخلص خالص. فاكتشفنا ان البروبلم اللي احنا هنحاول نحلها في الجزء ده على الاقل من الكورس، اللي هي ايه نوعيه السيجنلز اللي احنا نبعتها بحيث تقلل البروبابيليتي اوف ايرور، وايه نوع الديتكتور او نوع الريسيفر اللي انا لو استخدمته اجيب اقل بروبابيليتي اوف ايرور. يبقى انت حاجتين هتعملهم، ايه نوع السيجنلز اللي هي بعد كده هتبقى تتحول، ايه انواع الموديليشن المناسبه اللي تخلي البروبابيليتي اوف ايرور اقل ما يمكن، وفي نفس الوقت ايه الريسيفر اللي انا استخدمه بحيث ان انا اجيب اقل probability of error. طيب، المرة اللي فاتت اتكلمنا على ريسيفر كده اي كلام، هو ده مش احسن ريسيفر هنستخدمه، بس مهم للي جاي. يعني اخدنا ريسيفر زي ما دماغنا بتقول، هو يا دماغنا بتقول ايه لو انت عايز تريسيف سيجنال. افكرك الاول ايه اللي احنا كنا بنعمله. انا كنت بتكلم المره اللي فاتت على الباينري كوميونيكيشن سيستم. يعني ايه باينري كوميونيكيشن سيستم؟ مش بيبعت 1 و 0، احنا اتفقنا الاتفاق ده المره اللي فاتت، صح؟ ما بيبعتش 1 و 0، بيبعت شكلين، في 2 ويف فورمز بيبعتهم، وليكن اسمهم S1 of T. في ايه؟ وليكن S1 of T، مش عارف ايه، والله مش عارف. S1 of T او S2 of T، هنشوف. لا هنشوف هيشتغل ولا هيفك. طيب، فاحنا عندنا شكلين، يا اما S1 of T يا اما S2 of T. S1 ده لو انت بتبعت 1، كنت عايز تبعت 1 هتبعت S1، و S2 ده لو انت عايز تبعت 0. ماشي. الكلام ده طبعا مش هيروح للريسيفر لوحده، هيتجمع عليه نويز في السكه، فالنويز دي هتبوظ شويه الS3. هتيجي تستخدم لو باس فلتر. انا مش مهتم بخواص اللو باس فلتر حاليا، يعني غير انه هيعدي السيجنال بتاعت S1 او S2 بشكل معقول، يعني هيشوهها شويه طبعا، لان لو انت بعت بولسز دي هتاخد انفينيتي باندوت انفينيتي، بس لا يعني هنتخيل ان هو هيعمل تشوه بسيط، وهيطلع من هنا ار نوت اوف تي. فار نوت اوف تي ده الاوتبوت بتاع اللو باس فلتر. بس حتى هذه اللحظة دي سيجنال في التايم، بس انت عايز تاخد قرار، يعني دلوقتي عايز تاخد قرار ده اصله 1 ولا 0، فانت عايز تقارن اللي جالك ده برقم ثابت، والرقم ده لو اكبر منه هتقول انت بعت 1، لو اقل منه هتقول ان انت بعت 0. بس زي ما قلنا مش هينفع نتعامل مع السيجنال ككل، فهنحط هنا سامبلر. فالسامبلر ده هياخد من كل السيجنال اللي جايه له دي لحظه واحده. يعني مثال، لو انت S1 دي كان شكلها عامل كده مثلا، وS2 دي شكلها عامل كده، هيجي هو يقف عند لحظه معينه، ودي اللي هياخد عليها قرار، ويقارن الكلام ده بثريشولد. لو اكتر من الثريشولد يبقى انت جالك 1، لو اقل من الثريشولد يبقى انت جالك 0. هل ده احسن ديتكتور اقدر اعمله؟ لا، وهنثبت الكلام ده على اخر المحاضره الجايه، المحاضره دي قصدي. بس ده ديتكتور مهم، خصوصا الجزء ده. الجزء ده اي ديجيتال سيستم، اي ديجيتال ريسيفر لازم يكون فيه، لان هو في الاخر هو هياخد قرار ده اصله 1 ولا 0.
طيب ف عشان الديتكتور ده عشان نوصفه احنا قلنا البرفورمانس بتاع الديتكتور بين او البرفورمانس بتاع الريسيفر بنحكم عليه ازاي في الديجيتال سيستم. probability of error صح. احنا قلنا ان في الانالوج سيستمز البرفورمانس متريك هو السيجنال تو نويز ريشيو. السيجنال تو نويز ريشيو ما تفرقش معانا في الديجيتال قوي يعني. اللي يفرق معانا فعليا السيستم ده بيغلط قد ايه، قد ايه الديتكتور ده بيغلط وبيقلب ال1 0 وال0 1. فانت في الثيرم الاولانيه دي، في الثيرم الاولانيه احنا بنشوف البرفورمانس بتاع الديتكتور ده. فاكتشفنا ايه اللي انا هقوله ده لسه هنثبته يعني ما عملناهوش لسه. فقال لك لو البروبابيليتي بتاعه الزيرو قد البروبابيليتي اوف 1. يعني ايه الكلام ده؟ عندك ديجيتال سيستم بيبعت وحايد قد الاصفار اون ذا افريج. بيسموا الحكايه دي عشان برضو ما تتخضش من الاسم بيسموه كده ايكوي بروب. انا مش عارف ليه البتاع دي مش شغاله خالص. ايكوي بروب، ايكوي بروب يعني السيستم ده بيبعت وحايد قد الاصفار اون ذا افريج. يعني لو بعت مليون بت هتلاقي ان تقريبا 500000 تقريبا يعني مثلا 500000 و10 مثلا 1 و500000 تقريبا زيروس. هل ده اسامبشن مقبول اولا؟ في الحقيقه هو الحقيقه ان احنا ما نعرفش يعني المفروض ان انت المسج اللي انت بتبعتها دي بتبقى صوره فويس اي حاجه، فانت المفروض ان انت مش عارف الوحيد والاصفار قد ايه. بس في السيستمز الجديده يعني مثلا ال تي اي بيعمل كده، الواي ماكس بيعمل كده، ان هو عشان يحقق الاسامبشن ده بيجي في بدايه الترانسميتر يعمل حاجه اسمها سكرامبلنج، ان هو يلخبط الوحيد والاصفار براندوم سيكونس بحيث ان عدد الاصفار يبقى قد عدد الوحيد. فالكلام فالاسامبشن بتاعي ده رغم ان هو طبيعيا مش متحقق بس الكوميونيكيشن سيستمز بتحط حاجات بتحس ان هي اتحقق. وطبعا بتعكس الكلام ده في الريسيفر ما تتخضش يعني، اكيد مش هنلخبط البتاع ونطلعه بايظ يعني. طيب فاحنا في الـ في الـ في الـ في النتيجه اللي احنا هنقولها دلوقتي احنا مفترضين ان البروبابيلتي اوف زيرو قد البروبابيلتي اوف 1 اللي بيسموها الايكوي بروبل، وان السيستم ده شغال في اي دبليو جي ان شان. الحقيقه الجمله دي مش مظبوطه 100%، خلينا نغيرها. هي مش اي دبليو جي ان، هي جاوسيان نويز شان. مش لازم تكون وايت. فاي جاوسيان نويز الريزلت دي هتبقى متحقق. فالبروبابيلتي اوف ايرور بتاعه السيستم ده بيساوي ايه بقى؟ ركز كده. الكيو فانكشن بتاعه الابسوليوت فاليو بتاعت اس 1 اوف تي ناقص اس 2 اوف تي على 2 سيجما ان. طيب هنا في حاجات كتير قوي عايزين نفسرها. اولا ايه الكيو فانكشن؟ ايه اس 1 اوف تي واس 2 اوف تي كابيتال اللي انا كاتبها دي؟ وايه ده بيعبر عن ايه بالظبط؟ طيب فتعالى نفسرها واحده واحده. خلينا نبتدي الاول بالكيو فانكشن. الكيو فانكشن هو تكامل ديل النورمال ديستريبيوشن. ايه النورمال ديستريبيوشن؟ النورمال ديستريبيوشن حاله خاصه من الجاوسيان ديستريبيوشن لما المين يبقى بزيرو والفارينس يبقى بون صح. فالكيو فانكشن دي ده عباره عن ده الانتجريشن بتاع الجاوسيان او النورمال تيل. فانت لو عندك راندوم فاريبل اكس عباره عن نورمال ديستريبيوشن المين بتاعه ميو والفارينس بتاعه سيجما سكوير،
وقلت لك احسب لي البروبابيليتي ان الراندوم فاريبل ده يبقى اكبر من قيمه معينه، فانت كان عندك ادي النورمال ديستريبيوشن اهو، وانت عايز تجيب احتمال ان انت اكتر من الفا، يعني انت عايز تكامل الجزء ده. التكامل ده سهل ولا صعب؟ التكامل ده ما ينفعش تعمله بالمنتري فانكشن، يعني ما ينفعش تعمله ببولينوميال او اكسبوننشال او حاجه، فهو ليه جداول اللي انتوا كنتوا بتاخدوها زمان في الاحصاء والواتيفر، بشوف انتوا بتاخدوا ايه الحاجات دي دلوقتي. فالجدول ده هنكتبه احنا هنا بدلاله الكيو فانكشن، فالتكامل ده بيتحسب بالكيو فانكشن. بنعمل ايه؟ هنعمل زي ما كنت بتعمل في الجداول قبل كده. يعني مدرسين الاحصاء في ثانويه عامه كان يقول لك ايه، لو عندك جاوسيان ديستريبيوشن عموما اطرح منه المين واقسمه على الستاندرد ديفيشن بقى نورمال، صح؟ مش ده هو ده اللي احنا هنعمله بالظبط. هنيجي نروح طرحين القيمه اللي انت عايز تحسب البروبابيلتي عندها، تطرح منها المين تقسمها على الفارينس بقى نورمال. وزي ما قلت لك الكيو فانكشن هو تكامل ديل الجاوسي ديل النورمال، فهو كيو بتاع الكلام ده. ولو اقل يبقى واحد ناقص، تمام؟ طيب فدي اول حاجه عايزك تعرفها، ان انت تترجم التكامل بتاع الجاوسيان ديستريبيوشن ده لكيو فانكشن. صعبه دي. حاجه الثانيه بقى، ايه خواص الكيو فانكشن نفسها؟ يعني الكيو فانكشن دي كفانكشن شكلها عامل ازاي؟ قال لك الكيو فانكشن دي مونوتونيكلي ديكريزنج فانكشن. يعني ايه مونوتونيكلي ديكريزنج فانكشن؟ يعني كل ما الارجيومنت اللي جواها، كل ما الاكس اللي جواها دي تزيد، قيمه الكيو اكس دي نفسها تقل، تمام؟ فعشان كده هتلاقي شكل الكيو فانكشن كده نازل لتحت كده، قيمه الكيو فانكشن نازل لتحت. طيب ليه ده مهم؟ ليه النقطه دي المعلومه دي مهمه؟ عشان كمان شويه انا قلت لك ان probability of error بتساوي كيو فانكشن بتاع حاجه، وانا عايز probability of error تبقى كبيره ولا صغيره؟ صغيره جدا. فلو انت عايز توبتمايز الاكسبريشن ده، عايز تقلل probability of error، تعمل ايه في اللي جواه؟ تكبره. يبقى انت عايز فعليا تماكسمايز اللي جوه الكيو فانكشن لو انت عايز تقلل probability of error. يبقى تعرف خاصيه بتقول لك ان البروبابيلتي الكيو فانكشن دي ديكريزنج فانكشن، فانت لو عايز تكبر اللي جواها تصغر اللي تصغرها كبر اللي جواها، تمام؟ طيب وفي نقط مشهوره، يعني احنا مثلا عارفين ان كيو اوف انفينيتي، يعني انت لو خدت المحور ده لاخره هتروح للصفر، يعني هي بتنزل اكسبوننشالي للصفر كده. وكيو اوف زيرو يعني لو اللي جواها ده بصفر هتلاقي ان قيمتها بنص، ماشي؟ ده منطقي لان هي النورمال ديستريبيوشن نصه بنص، صح؟ حاجه بقى مهمه، هو انا قلت لك الكيو فانكشن دي ملهاش كلوز فورم، صح؟ لازم تجاب بجدول وكده، بس في تقريبات مشهوره ليها وهنستخدمها في الكورس ده. يعني لو انا ما جبت سيره الجدول، ما جبتلكش الجدول في الامتحان وقلت لك انا عايز اعرف قيمه البروبابيلتي في ايرور دي بكام، ممكن تستخدم الابروكسيميشن ده على طول. فالابروكسيميشن اللي بيستخدم هنا ان كيو اوف اكس بتساوي تقريبا طبعا، يعني مش بتساوي، لان لو بتساوي يبقى هي خلاص واحد على اكس مضروب في البي دي اف بتاعه النورمال ديستريبيوشن. يعني النورمال ديستريبيوشن نفسه اللي انت بتحاول تكامله ده اقسمه على اكس، يبقى انت جبت تقريبا قيمه الكيو فانكشن. التقريب ده تقريب كويس لو قيمه الاكس اكبر من 3، يعني لو الاكس اكبر من 3 which is fine، ده تقريب مقبول، لان انت في الاخر اللي بيبقى جوه الكيو فانكشن ده بيبقى فانكشن من السيجنال تو نويز ريشيو،
فالسيجنال تو نويز ريشيو مش هتبقى اقل من 3 يعني. فعشان كده التقريب ده معقول. فالتقريب ده بيجيب وزن 10% ايرور لو الاكس دي اكبر من 3، فهنستخدمه غالبا في معظم الكورس. يبقى انت لو عايز تعرف قيمه تقريبيه كده للبروبابيلتي اوف ايرور بكام، استخدم على طول الاكسبريشن ده، التقريب ده. طيب في مشكله الكلام ده؟ نرجع بقى للي احنا بنقوله. يبقى احنا قلنا ان البروبابيلتي اوف ايرور بتاعه السيمبل ديتكتور ده هو عباره عن الكيو فانكشن بتاعه S1 اوف تي كابيتال ناقص S2 اوف تي كابيتال على 2 سيجما ان. طيب من الجمله اللي انا لسه قايلها دلوقتي، لو عايز توبتمايز البروبابيلتي اوف ايرور، لو عايز تقلل البروبابيلتي اوف ايرور تعمل ايه؟ يبقى انت عايز تكبر اللي جوه ده، يبقى ده نفسك تعمل له ماكسمايزيشن. طب هو انت ايه الحاجات اللي تقدر تتحكم فيها هنا؟ على فكره انا هفضل لغايه اخر السنه اسال نفس الاسئله دي، لان انت لو فاكر انا قلت لك اول حاجه في المقدمه ان انا عايزك تتعلم الديزاين برينسيبلز بتاعه الديجيتال سيستم. فاحنا بالنسبه لي المعادله دي ملهاش اي معنى لو ما فهمناهاش. فانا همسك دايما كل معادله كده واقول لك ايه الديزاين اللي هيعتمد عليها. طيب اللي جوه ده ايه اللي تقدر تتحكم فيه وايه اللي انت مجبر عليه؟ الايه؟ صح، S1 و S2 ده تقدر تتحكم فيه. صح، النويز مش هتقدر تتحكم فيها في السيستم ده، لان انت حاطط لو باس فلتر ثابت، فخلاص هيدخل لك باور نويز ثابته، فمش هتغير حاجه. بس خلي النقطه دي في دماغك دلوقتي. فخلاص انت تقدر فعلا تتحكم في الجزء اللي فوق ده فعليا حقيقه، تقدر تتحكم في الجزء ده. طيب فانت معناه ايه بقى الجزء ده؟ خلي بالك انا كاتب S1 of T capital مش كاتب S1 of T. ايه الفرق ما بين S1 of T و S1 of T؟ صح، اللي فوق ده transmitted signal، في حين ده عبارة عن ايه؟ سامبل من الترانسميتد سيجنال عند لحظة السامبلينج دي. يبقى دي الفاليو بتاعة S1 of T عند السامبلينج تايم. ماشي، دي نقطة مهمة. بقى انت عندك S1 of T يعني قيمة السامبلينج بتاع السيجنال عند لحظة الفاليو بتاعة السيجنال عند لحظة السامبلينج بتاعة S1 ناقص S2. طيب مش كده وبس، ده هو يعني النظرية دي فيها أكتر من حاجة. بيقول لك كمان إن أحسن سامبلينج تايم، أحسن سامبلينج تايم هي معادلة مكعبلة هنا بس تفسيرها بسيط. بيقول لك هي الارج ماكس بتاع S1 ناقص S2. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه ارج ماكس؟ الارجيومنت اللي بيكبر الفرق ده. يعني من الاخر بالبلدي، سيبك من المعادله نفسها دي، معناها دي انك اعمل السامبلنج عند اللحظه اللي تكبر الفرق ما بين S1 و S2. يبقى النظريه دي بتقول لك لو انت عايز توبتمايز البروبابيلتي اوف ايرور، تخلي البروبابيلتي اوف ايرور اقل ما يمكن، اختار لحظه السامبلنج عند النقطه اللي تكبر الفرق ما بين S1 و S2. ماشي. الحاجه الثالثه قيمه الثريشولد، دي سهله بقى. هو فاكر انت لما كنا بنقول في المقدمه ان انت كنت تقدر تشيل النويز خالص؟ فاكر كنا قلت لك مثلا انت في الديجيتال بتبعت مثلا 5 و0 5 و0، طيب وبيجمع عليهم نويز، فكنت بتقول لي انت ازاي تقدر تشيل النويز؟ انك تاخد الفولت اللي جاي لك تقارنه بكام؟ تقارنه بكام؟
لو انت بتبعت 5 و0 2.5 اشمعنى 2.5؟ دي القيمه اللي في النص صح؟ فالقيمه اللي في النص اللي هي اس 1 اوف تي زائد اس 2 اوف تي على الاثنين ده بي اوبتمايز البروبابيلتي اوف ايرور، ده بيقلل البروبابيلتي اوف ايرور. يبقى ملخص النظريه دي بتقول ايه؟ بتقول انت لو عندك سمبل ديتكتور، يعني ايه سمبل ديتكتور؟ يعني سيستم فيه لو باس فلتر وسامبلر وثريشولد ديفايس اللي هم الثلاث حاجات دول، وده زي ما قلت لك مش احسن ديتكتور في الدنيا. فلو عندك الديتكتور ده فانت تقدر تجيب البروبابيلتي في ايرور دي، ولو عايز تجيب احسن سمبل ديتكتور فالمفروض تعمل حاجتين اتنين. اول حاجه انك تختار فين السامبلنج، تختار فين تسامبل عند النقطه اللي تكبر الفرق ما بين اس 1 واس 2، وده منطقي صح؟ كل ما تقدر تبعد السيجنلز اللي انت عايز تبعدها عن بعضها تاثير النويز عليها هيبقى اقل صح، لان صعب قوي ان الاس 1 تقلب اس 2 لانهم بعاد عن بعض. ولو بقول لك هتقارن بفاليو معينه فانت تقارن بفاليو كام؟ بالقيمه اللي هي الميد بوينت ما بين الاس 1 والاس 2 عند لحظه السامبل صح، ودي البروبابيلتي فير صح. فدي الملاحظات اللي انا عايزك بقى تاخد بالك منها من الثيرم. اول حاجه، هل البروبابيلتي اوف ايرور الاكسبريشن اللي مكتوب هنا ده هل معتمد على شكل اس 1 واس 2؟ المعادله فيها الشكل بتاع اس 1 واس 2؟ لا، هي المعادله فيها قيمه الويف فورم عند لحظه معينه. يعني انت ممكن تختار ان اس 1 دي يبقى شكلها عامل كده مثلا، واس 2 يبقى شكلها كده، اي حاجه، ده شكل مكعب خالص. بس انت ممكن تستخدمه في الديجيتال سيستم. اللي يهمك بس ان انت تاخد السامبلينج فين؟ عند اكبر فرق صح؟ اللي هي النقطة دي تقريبا. بقيت شكل السيجنال ولا يفرق معايا في حاجة. يبقى معلومة مهمة، الاكسبريشن بتاع السيمبل ديتكتور بيقول حاجة غريبة شوية. بيقول ان البروبابيلتي اوف ايرور ما يهمهاش خالص شكل اس 1 واس 2 اللي تبعتهم ايه. عشان كده دايما كنت اقول لك في المقدمه ايه، ان الديجيتال سيستم بيبعت شكلين، لكن ما قلتلكش الشكلين دول لازم يبقوا شكلهم سكوير بولسز، ما قلتش ده، ولا قلت ان هم لازم يبقوا ساينوسويدال. اي حاجه، ممكن تبعت اي سيجنالز تعجبك بشرط ان عند لحظه السامبلنج ده الفرق ما بين اس 1 واس 2 ده كبير قوي. طيب النقطه الثانيه المهمه، ان انت ازاي توبتمايز البروبابيلتي اوف ايرور. فاحنا قلنا في الحاله اللي عندنا دي اللي هي جاوسيان نويز والايكوي بروبل، فانت بتختار الثريشولد في النص ما بين اس 1 اوف تي واس 2 اوف تي، وبتختار السامبلنج تايم اللي هي بيكبر الديفرنس صح بس. طيب فدي الحاجات اللي انا عايزك تعرفها. خلي بالك، ودي حاجه هنرجع لها كمان 10 دقايق كده، المعلومه اللي تحت دي ان الفي ثريشولد دي الميد بوينت ما بين اس 1 اوف تي كابيتال واس 2 اوف تي كابيتال، دي مش حاله عامه، دي مش نتيجه عامه. النتيجه دي تتطبق بس لو البروبابيلتي اوف 0 قد البروبابيلتي اوف 1. هل ده منطقي؟ منطقي طبعا. تخيل ان انت بتبعت وحيد بس، هل ساعتها المفروض تاخد الثريشولد في النص؟ لا طبعا، ما انت اصلا من غير ما تعرف السيجنال هتقول ان هي ب 1 اصلا، حط الثريشولد اقل قيمه ممكنه. فالثريشولد الحقيقه مكانه بيتغير على حسب البروبابيلتي اوف 0 والبروبابيلتي اوف 1، لكن لما يكون البروبابيلتي اوف 0 قد البروبابيلتي اوف 1 الثريشولد بيبقى في النص، لان في الحاله دي الزيرو زي ال1 فتختاروا في النص، ده احسن حاجه ممكنه. تمام. طيب ناخد مثال سريع كده، عندك ديجيتال سيستم
ده S1 of T بتاعته وده S2 of T بتاعته. طبعا اشكال غريبه زي ما انت شايف صح. والسيستم ده بيستخدم سيمبل ديتكتور. فهو بيقول لك فايند ذا مينيمال probability اوف ايرور، وافترض ان هي ايكوي بروبل وجاوسن. طبعا هو لازم يقول لك كده والا زي ما قلت لك الريزلتس دي كلها ما تنطبق. فانت ايكوي بروبل البروبابيلتي بتاعت S1 زي البروبابيلتي بتاعت S2 وشغال في جاوسيان نويز، وبقول لك احسب لي اقل probability اوف ايرور. اقل probability اوف ايرور بتحصل فين؟ لو خدت السامبلنج عند اللي يخلي الديفرنس ما بين S1 و S2 اكبر ما يمكن. فانت عشان كده اللي انت تعمله انك تطرح الاثنين سيجنالز دي من بعض وتشوف الفرق بتاعهم ماكسيمم فين. يعني في الحاله دي صعبه شويه صح؟ تعال نعملها. فانا هكتب حاجه اسمها جي اوف تي. جي اوف تي ده الفرق ما بين S1 اوف تي ناقص S2 اوف تي. طبعا هي خطوط فهو خط ناقص خط هيديك خط جديد. فانت الخط الجديد ده مهتم بس تعرف بدايته ونهايته فين صح؟ طيب فتعالى نطرح نقطه بنقطه كده عند البريك بوينت. فده 5 وده 0، الفرق ده 5 صح؟ بعدين النقطه دي 10 والنقطه دي 5 يبقى 15 فوق. بعدين 0 و5 يبقى ماينس 5. بعدين 10 ناقص 0 يبقى في 10 يعني. يبقى انت تختار السامبلنج تايم فين؟ الواحد. بالظبط عند الواحد. يبقى انت في الحاله دي هتختار السامبلنج تايم هنا. خلي بالك انت مش مهتم باشاره الفرق. يعني انت لو كان اقصى فرق ماينس 20 كنت اخدته برضه ماشي. اشاره الفرق مش مهمه، لان انت في الاخر بتحاول تماكسمايز الابسوليوت فاليو بتاع S1 و S2 تمام. طيب يبقى كده تقدر تقول لي احسن سامبلنج تايم فين؟ تي ستار ده هيبقى عند واحد، وطبعا لازم اديك طبعا وحده فمايكرو سكند مثلا. طيب عند الواحد مايكرو سكند ايه قيمه S1 وايه قيمه S2؟ ليه مهمين دول اصلا؟ ليه احنا محتاجين نجيبهم؟ عشان البروبابيلتي اوف ايرور معتمده على قيمه السيجنال عند عند لحظه السامبلنج بتاعت S1 و S2. طيب ف S1 اوف تي ستار بكام؟ ب 10. و S2 of T star بماينس 5. طيب عشان تختار احسن ديتكتور بعد ما تختار السامبلنج تايم تختار ايه تاني؟ الثريشولد فين؟ ايه الحاجه اللي انت بتقارن بيها؟ فالحاجه اللي بتقارن بيها فين بقى هنا؟ V threshold عباره عن S1 of T star ده زائد S2 of T star على الاثنين اللي هو الميد بوينت ما بين الرقمين دول. ايه الميد بوينت ما بين ال 10 والماينس 5؟ بالظبط اللي هتبقى 2.5. فده هيديك 10 ناقص 5 على الاثنين فيها 2.5. يبقى انت الثريشولد الريسيفر ده هيعمل ايه؟ بالاشكال العجيبه دي هيجي المفروض ياخد سامبلنج كل واحد مايكرو سكند. عند واحد مايكرو سكند بالظبط هياخد سامبل. ويبتدي يقارن ب 2.5، اعلى من 2.5 هيدي 1، اقل من 2.5 هيدي 0. صعبه دي؟ البروبابيلتي اوف ايرور بتاعته بكام كتعويض من هنا؟ هيبقى 10 ناقص ناقص 5 على 2. طبعا لازم اديك سيجما ان بكام. فانت في المثال ده كان سيجما ان سكوير كانت ب4، الفارينس بتاع النويز كان ب4، يبقى انت هتعوض هنا ب2. فالكلام ده يطلع كيو
اوف 3.75. 3.75 ده اكتر من 3 صح؟ فانا ممكن اطبق الابروكسيميشن صح؟ ففي الحاله دي البروبابيليتي اوف ايرور تقريبا هي عباره عن 1 على 3.75 في 1 على جذر 2 باي اي اس ماينس 3.75 تربيع على 2. ده تقريبا يديك 9.4 فعشرة أس ناقص 5. فالسيستم ده تقريبا بيغلط كل 10,000 مرة، يعني من كل 10,000 بت بيبعتهم بيغلط في واحدة. تمام؟ صعب الكلام ده؟ طيب نثبت بقى الكلام ده. كحلوين كده ها؟ لا ما لازم نعرف ده جه منين. بس يعني خليني اقول لكم حاجه، غالبا شابتر 1 ده كله الاثباتات بتاعته مش بالاهميه الكبيره، بس هي عشان تحل المسائل لازم تبقى فاهم الاثبات. لا انا ما قلتش كده. اي شكل 2 ويف فور. لا بس مش لازم يبقى بولسز، ممكن يبقى اي حاجه خالص. طيب عايزين الكلام الظريف اللي احنا قلناه ده وحلينا عليه مساله نثبته بقى. هو احنا عايزين نحسب ايه؟ هو زي ما بقول لك الاثبات نفسه يعني صعب قوي، احتمال 1 في المليون ان انا اجيب لك في الامتحان اقول لك اكتب الاثبات ده. بس ممكن اجيب لك شكل تاني، اشكال تانية يعني، بحيث ان انت تعمل نفس خطوات الاثبات، بس الاثبات نفسه مش هجيبه لك زي ما هو يعني. لا بس هي هتفهم قصدي بس لما تحل الشيت يعني. هو دخلت سيكشن صح؟ يعني في ناس دخلت سيكشن وشافت اللي انا قصدي عليه. طيب احنا اللي عايزين نحسبه ايه؟ احنا عايزين نحسبه probability of error. فتعالى نبتدي من تعريف probability of error. هو يعني ايه probability of error اصلا؟ ها؟ probability of error ان انت تكون عايز تبعت ام معينه، ام دي بتبقى 0 او 1، وتقلب في الديتكتور، فالزيرو ده يتقلب 1 او ال1 ده يتقلب 0 صح؟ يعني probability of error هي probability. انا في الكورس ده عشان ما تلخبطوش ما بين البروبابيليتي كحسبه واي بي تانية كديستريبيوشن او كده، فبستخدم الشرطتين دي، بس انتوا احرار يعني مش فيش اجبار على كده يعني. فهي البروبابيليتي في ايرور ان انت الديتكتور يقول ان استقبل ام هات، والام هات دي تبقى مختلفه عن اللي انت بعتها. طيب في كام حاله عندك؟ في حاله الباينري عندك حالتين، القصه دي حاجتين، يا اما تكون باعت 0 والريسيفر يستقبل 1، يا اما تكون باعت 1 ويتقلب 0. فانت ممكن تفك البروبابيليتي دي لاثنين probabilities، probability of m ب 0 والام هات ده ب 1 زائد البروبابيليتي of m ب 1 والام هات ده ب 0. نرجع شويه بقى للبروبابيليتي، معلش ده دي جوينت بروبابيليتي، جوينت يعني بروبابيليتي اوف انترسكشن، يعني الكوما دي اللي في النص دي مقصود بيها اند. في حاجه اسمها بايز رول، فاكرها؟ يعني تفتكرها بقى. بايز رول كان بيربط ما بين الجوينت probability اللي هي probability بتاعت الحاجة اللي فيها and دي والconditional probability. فانت ممكن تفك دي، انا هفكها وبعدين ايه نتناقش فيها. فهي probability of m equal 0 مضروبة في probability of m الحاجة التانية بقى m hat equal 1 given ان m equal 0.
نفس الكلام في اللي وراها الـ probability بتاعت m equal 1 في الـ probability ان m hat equal 0 given ان m equal 1. يعني ايه بقى الكونديشنال دي؟ يعني ايه الـ probability ان m hat equal 1 given ان m equal 0؟ يعني ايه given؟ يعني الريسيفر، يعني ممكن تفكر فيها كده، ان الريسيفر متاكد ان هو جاله زيرو، احتمال انه يغلط ويقول لا ده هي كان اصلها 1. يعني كانك بتقول ايه؟ كانك بتقول انا عارف ان انا باعت زيرو، امتى الريسيفر يغلط ويقول 1؟ ده مقصود بيه بالكونديشنال ديستريبيوشن. فالبروبابيلتي اوف ام 0 والبروبابيلتي اوف ام اوف 1 في الاثبات بتاعنا بكام؟ بنص. ليه بنص؟ لان هو ايكوي بروبابيلتي، بيبعت الام ب 0 زي الام ب 1. فدي ممكن ايه حتى نخلص منها يعني، فاحنا نقول ان ده عباره عن نص في البروبابيلتي ان ام ايكوال 1 جيفن ان ام ايكوال 0 زائد نص في البروبابيلتي of m hat equal 0 given ان m equal 1. طيب نكمل بقى. لو انت باعت 0، لو انت باعت 0 مش الجيفن دي معناها، لو انت عامل كذا، فلو انت باعت 0 امتى الديتكتور يقول ان انت كنت باعت 1؟ صح، نرجع للثريشولد كده نحطه على جنب. ادي الثريشولد اكبر من او يساوي، وده ام. فانت في الحاله اللي احنا بندرسها، لو احنا عايزين ندرس ده، انت قلت الديتكتور قال 1. الديتكتور بيقول 1 امتى؟ لما يعدي الثريشولد، صح؟ فانت معنى كده ان السيجنال اللي جات لك من هنا، خلي بالك انت كنت باعت 0، يعني انت باعت اس 1 ولا اس 2؟ اس 2. فانت كنت باعت S2. طبعا في سامبلر، يعني خلينا نحط السامبلر برضه. فانت كنت باعت S2 of T، بس مجموع عليها نويز طبعا، فدخلت هنا بقت S2 of T capital زائد some noise. فلو فعشان الديتكتور يقول ان دي ب 1، لازم ان S2 of T plus noise تبقى ايه؟ اعلى من الثريشولد، صح؟ يبقى ممكن نكتب كده على جنب ان probability بتاعت M hat equal 1 given ان M equal 0 دي عبارة عن probability ان S2 of T زائد noise اكبر من الثريشولد. طيب تعال نحسب الترم ده. الـ probability بتاعت m hat ب 0 given ان m equal 1، given ان m equal 1 معنى كده ان انت بعت ايه؟ اكيد بعت s 1، يعني انت في الحاله دي بعت هنا s 1، فجات لك s 1 في t زائد noise. الريسيفر قال عليها ب 0، يبقى هو ايه اللي حصل؟ يبقى هو شافها اقل من الثريشولد، صح؟ يعني في الحالة دي الكلام ده هو عبارة عن الـ probability ان S1 of T زائد الـ noise أقل من الـ threshold. صعبة دي؟ يعني كأنها المنظر عامل كده، يعني تعالى نفترض، يعني مثلا نفترض ان دي هي S1 of T مثلا، ودي لحظة السامبلينج مثلا، فانت اتجمعت عليها نويز، اتجمع عليه نويز كده، النويز دي قلله عن الثريشولد اللي هو عند الزيرو مثلا، فهو عند الثريشولد بالظبط انت نزلت عن الزيرو، او العكس في الحاله دي، ماشي؟ طيب صعبه دي؟ يبقى كل الاثبات دلوقتي ان انت تحاول تحسب الاثنين probabilities دول صعبين بقى ولا سهلين؟ صعبين قوي، صح؟ طيب تعالى، يعني عشان نعمل الحكايه دي محتاجين
نراجع شويه على الديستريبيوشن او نعرف الديستريبيوشن بتاع الداهيه السوداء دي، صح؟ طيب هو اس 1 اوف تي ده عباره عن ايه؟ سيجنال ولا فاليو كونستانت ولا راندوم فاريبل؟ غلط، مش راندوم طبعا. اس 1 اوف تي ده، اس 1 اوف تي ده الحاجه ديترمينستك انت اللي بعتها، صح؟ فهو ده فاليو، ده رقم، ده رقم 5 6 بس رقم ثابت. ان كابيتال ده سيجنال ولا فاليو كونستانت فاليو يعني ولا راندوم فاريبل؟ ده بقى راندوم فاليو، لان النويز عند لحظه معينه هي عباره عن راندوم فاريبل بياخد ارقام كتير جدا. فخلي بالك ده عباره عن كونستانت وده راندوم فاريبل. عارفين الديستريبيوشن بتاعه ولا لا؟ ما احنا مفترضين اصلا ان احنا السيستم ده شغال في جاوسيان نويز شانل، صح؟ فده عباره عن راندوم فاريبل 0 وسيجما ان سكوير. طيب نسال سؤال مهم بقى، عندك جاوسيان راندوم فاريبل جمعت عليه رقم ثابت، جمعت عليه كونستنت، النتيجه الجمع ده راندوم فاريبل ولا كونستنت؟ اكيد راندوم فاريبل. طيب الديستريبيوشن بتاعه ايه؟ صح، هيبقى جاوسيان بس مزقوق بقيمه الكونستنت، صح؟ يبقى معلومه مهمه كده، انا هسمي اكس ان هي اس 1 اوف تي زائد النويز، فدي الديستريبيوشن بتاعها، دي الديستريبيوشن بتاعها هو نورمال ديستريبيوشن برضو. المين بتاعه كام؟ اس 1 اوف تي زائد النويز على بعضها كده. النويز لوحدها هو جاوسيان ديستريبيوشن المين بتاعه بزيرو والفاريانس سيجما ان سكوير، جمعت عليه رقم ثابت يبقى المين هيتشفت عند قيمه الكونستنت ده، صح؟ يبقى ده عباره عن اس 1 اوف تي والفاريانس بتاعه كام؟ الفاريانس اللي هو قد ايه الراندوم فاريبل بيغير قيمته بعيدا عن المين. هل الكونستنت هيغير حاجه في الموضوع؟ لا، فهيفضل سيجما ان سكوير بر. طيب لو سمينا واي مثلا اللي هو اس 2 اوف تي زائد النويز، ده الديستريبيوشن بتاعه ايه؟ ده نورمال ديستريبيوشن برضو هيتشفت عند اس 2 اوف تي وسيجما ان سكوير. صعب الكلام ده؟ طيب لو عايزين نبقى علميين قوي، وده هنرجع له كمان يعني المحاضره اللي جايه واللي بعدها بقى مش عارف، فاللي انا جبته ده اسمه الكونديشنال ديستريبيوشن اللي هو اف، او خلينا زي ما انا كاتب هنا احسن، ده عباره عن البروبابيليتي بتاعه ان ار نوت اوف تي اللي هو الحاجه اللي انت مستقبلها given انت بعت ايه. فدي هتبقى نورمال ديستريبيوشن اس 1 اوف تي وسيجما ان سكوير، ده لو بعت انت 1، ونورمال ديستريبيوشن اس 2 اوف تي وسيجما ان سكوير لو انت بعت 0. بس انا يعني مش مهتم قوي بالمسمى ده النهارده، هنرجع له بعدين، هنبقى نتكلم عليه بالتفصيل. بس في الحاله دي انت فاهم ان انت لما تجمع كونستنت على النويز ده اللي هيحصل. طيب ممكن ناخد دي ونرسم نديها رسم عشان نعرف البروبابيليتي اوف ايرور جايه منين. فانا هرسم كده على جنب ايه الشكل اللي انا عامله ده. ده هو قيمه السيجنال، فانت في قيمتين مهمين اس 1 اوف تي واس 2 اوف تي، صح؟ فخلينا نحط اس 1 اوف تي هنا مثلا وده اس 2 اوف تي. هو الراندوم فاريبل اكس ده لو انا عايز ارسم الديستريبيوشن بتاعه هرسمه يبقى سنترد فين؟ عند اس 1 اوف تي، صح؟ يعني هاجي كده واحط ايه؟ جاوسيان ديستريبيوشن.
والتاني واي ده الناحية التانية صح؟ حاجة كده. فده هو الديستريبيوشن بتاع اكس وده الديستريبيوشن بتاع واي. ماشي؟ طيب انا مجرد رسمت الرسمتين دول بس. متفقين؟ تعال بقى نرجع للي احنا كنا بنقول. هو امتى الريسيفر يغلط؟ الريسيفر يغلط ويقول 1 بدل الزيرو لو S2 of T زائد النويز اللي هو ده احنا سميناه واي صح؟ ده سميناه واي. ده سميناه واي. لو واي كان اكتر من الثريشولد صح؟ طب هو فين الديستريبيوشن بتاع واي؟ اهو. وخلينا دلوقتي هحط الثريشولد في اي حته. انا هحط الثريشولد هنا مثلا. ده مش صح. احنا قلنا النتيجه بتاعه النظريه ان الثريشولد المفروض يبقى في النص صح؟ بس انا هحطه في اي حته دلوقتي. فانا هحطه هنا. طيب يبقى انا عايز اجيب احتمال ان واي اكتر من الثريشولد. هل نقدر نشوفها على الرسمه دي؟ يبقى انا باصص على الكيرف ده اصلا صح؟ باصص على الكيرف ده وعايز اشوف قيمه الواي اللي فوق الخط. فانا بتكلم على كل الحته دي صح؟ طيب الجزء الثاني انا بقول عايز اعرف البروبابيلتي بتاعت S1 of T زائد النويز اقل من الثريشولد. ده اسمه ايه؟ سميناه ايه ده اصلا؟ ده سميناه اكس. فانا عايز اجيب احتمال اكس اللي اقل من الثريشولد. فين على الرسم ده؟ اولا انا باصص على الكيرف ده صح؟ فانا عايز اجيب الاحتمال اللي تحت الخط ده. في مشكله الكلام ده؟ يعني كل اللي انا عايز اعمله ان انا احسب الاريا دي والاريا دي بس خلاص. هو ده كده الاثبات خلص. نحسبه بقى ما فيهاش حاجه يعني. طيب فتعالى نحسب البروبابيليتي ان واي اكبر من الثريشولد. واي الديستريبيوشن بتاعها ايه؟ ده جاوسيان ديستريبيوشن. السنتر بتاعه اس 2 اوف تي والفارينس بتاعه سيجما ان سكوير. وعايز اجيب احتمال ان الراندوم فاريبل ده يبقى اكتر من حاجه معينه. مش دي اول حاجه احنا ابتدينا بيها؟ مش ده تعريف الكيو فانكشن صح؟ ايوه بالظبط. نحولها نورمال اللي هو تطرح المين وتقسم على الفارينس من الثريشولد اللي عندك. فده هو عباره عن الكيو فانكشن بتاع الحاجه اللي انت عايزها اللي هي في ثريشولد ناقص المين. المين بتاع واي بكام؟ اس 2 على سيجما ان. والبروبابيليتي بتاعه ان اكس اكبر من الثريشولد يا اصغر يعني اسف. نعملها ازاي دي؟ واحد ماينس او انك تقلب اللي جوه. ايوه بالظبط. فانت تقول ان ده كيو المين ناقص الحاجه اللي انت عايزها. المين بتاع اكس بكام؟ اس 1 ناقص ال V threshold على سيجما N صح كده؟ خلاص خلصنا كده. يبقى كده ال probability of error. ال probability of error لو عوضنا بقى هنا هي عبارة عن نص في ال Q بتاع V threshold ناقص S2 of T على سيجما N زائد نص ال Q بتاعة S1 of T ناقص V threshold على سيجما. دي البروبابيلتي اوف ايرور بتاعه اي ثريشولد. انا ما خرجتش الثريشولد احسن ثريشولد ايه صح؟ يعني لو انا جبت لك مساله وانا اخترت لك الثريشولد من عندي ما ينفعش تعوض في النظريه على طول لان النظريه معتمده ان انت بتجيب احسن ثريشولد ممكن. في الحاله دي هتعوض هنا. عشان كده قلت لك الاثبات مهم حتى لو انا ما قلتلكش اكتبه كاملا يعني لان في تريكات كده. طيب
بس احنا يعني كمهندسين مش هدفنا نحل مسائل، احنا هدفنا ان احنا نديزاين احسن حاجه في الدنيا. خليني اقول الحته دي وبعدين نرجع. عايزين نديزاين احسن ديتكتور يقلل البروبابيليتي اوف ايرور. فانت عندك probability of error بالشكل ده، عايز تختار احسن threshold تعمل ايه؟ فانت عايز تمينيمايز ده. ازاي تمينيمايز اي function؟ دي function في في threshold طبعا. ازاي تمينيمايز اي function؟ عندك f of x وعايز تمينيمايز f of x، صح؟ تفاضلها وتساوي بالصفر، صح؟ مفروض ان انت تفاضل ده وتساوي بالصفر. انا هسيبك تعمل ده لوحدك، انا مش هعمله. ليه بقى؟ لان انت هتضطر تفاضل الكيو فانكشن اللي هي اصلا متعرفه بتكامل، صح؟ فانت هتفتكر بقى حاجات بقى خدتها في سنه اولى كليه بتاعت التفاضل تحت علامه التكامل والكلام ده. انا لا 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 ما تخافوش. انا عندي ورك اراوند يعني، بس انا هسيبك تجرب الحكايه دي لانها يعني تمرين لا باس به. بس انا هقنعك ان في ثريشولد هيكون في النص من غير ما فاضل. طيب اقنعك بالمنطق كده بالرسمه دي، عشان كده انا رسمت الرسمه دي. طيب ركز معايا، انا اخترت الفي ثريشولد هنا، صح؟ اخترته في مكان عشوائي كده. فلو خدت بالك في الارياز اللي هي طبعا البروبابيلتي اوف ايرور هي متعرفه بالارياز بتاعت الديول دي، صح؟ فانت فعليا عندك الاريا بتاعت الديل ده والديل ده. طيب لو انت اخترت الثريشولد هنا بقى عندك الديل ده والديل ده وحته مثلث فوق كده، يعني خلي في مثلث هنا كده عايزك تركز عليه. لو حركت الثريشولد ده في حته تانية وليكن هنا مثلا، هتلاقي اللي هيحصل، هتلاقي ان الديل ده كبر شويه، صح؟ والديل ده زي ما هو برده كده، بس برده لسه عندك مثلث فوق كده. المثلث ده دايما موجود عند اي اختيار للفي ثريشولد، وبيكون بصفر في حاله واحده بس. امتى؟ عند التقاطع، صح؟ يعني انت لو حطيته عند التقاطع بالظبط، حطيته هنا كده، ساعتها probability of error هو الاريا دي والاريا دي، وساعتها المثلث ده هيتشال. وانت probability of error دي بتعبر عن مساحة التقاطع ولا لا؟ فانت لو عايز تقلل مساحة التقاطع المفروض تحط الثريشولد فين؟ عند النقطة اللي تخلي الاتنين بي دي افس دول يتقاطعوا. ده ان جنرال ده الحل. يبقى انت معلومة كده، المفروض تحط في ثريشولد اوبتيمال عند الانترسكشن بتاع البي دي افس. بس احنا في الحاله اللي احنا بنحاول نثبتها دي، الحاله دي بسيطه، مش محتاجه تتحسب اصلا، لان الديستريبيوشن ده والديستريبيوشن دول هم نفس الشكل ولا لا؟ نفس الشكل بالظبط، لان هم جايين من البي دي اف بتاعت النويز اصلا. فعندك اتنين ديستريبيوشن زي بعض بيتقاطعوا فين؟ عند النقطه اللي في النص، صح؟ ففي الحاله بتاعتنا دي لما تكون البروبابيليتي بتاعت الزيرو قد البروبابيليتي بتاعت ال1، يبقى في ثريشولد ده هيبقى هو الميد بوينت اللي هو اس1 اوف تي زائد اس2 اوف تي على 2. بس ان جنرال هل ده حقيقي؟ يعني لو البي دي افس دي واحده كبيره واحده صغيره، هل التقاطع هيبقى في النص؟ لا. تمام، يبقى حط في دماغك ان الحاله الجنرال خالص، عشان كده بقول لك الاثبات مهم تاني اهو، انا عمال اقول اهو. الاثبات بيقول لك ما تحطش في الميد بوينت، الاثبات بيقول لك حط عند تقاطع بتاع البي دي افس بتاعت الديتكشن دي. فلو هم نفس البي دي اف، نفس شكل البي دي اف، الميد بوينت از اوبتيمال، عشان كده الاثبات اللي هنا ده مبني على الميد بوينت.
بس لو البروبابيلتي بتاعت الزيرو اكبر من البروبابيلتي اوف 1 او العكس، لا ساعتها البي دي اف دي هتختلف قيمتها، فساعتها لازم تجيب التقاطع بايدك. صعب الكلام ده؟ خلاص هو كده الاثبات خلص، لان انت لان هتاخد في ثريشولد تعوض بيه هنا، تعوض بيه هنا وهنا، فلما تعوض بيه هنا وهنا القيمتين دول هيطلعوا زي بعض ويطلع البروبابيلتي فيرور اللي احنا جبناها، فخلاص احنا كده خلصنا. طيب بس انا عايز انتهز فرصه الاثبات ده عشان اتكلم على الجنرال كيس. لو الاسامبشنز دي اتغيرت شويه، هو الحقيقه انا مش عايز امسح تقدر. اخر حاجه في الجزء بتاع السيمبل ديتكتور ده، تعالى نتكلم لو البروبلم بقت جنرال شويه. يعني ايه جنرال شويه؟ يعني حاجه من الاسامبشنز اللي احنا حطيناها اتغيروا. احنا كان في اتنين اسامبشنز عندك، ان يكون السيجنالز دي ايكوي بروبابل، يعني البروبابيلتي بتاعت الزيرو زي البروبابيلتي بتاعت ال1، وان النويز تكون جاوسيان نويز، صح؟ تعالى نغير واحده فيهم او الاثنين يعني. طيب لو البروبابيلتي اوف 0 مش بتساوي البروبابيلتي اوف 1، ساعتها المعادله دي جنرال، يعني المعادله بتاعت البروبابيلتي في ايرور دي بتطبق في اي حاله، بس احنا في الحاله بتاعت ان البروبابيلتي اوف 0 قد البروبابيلتي اوف 1 اعتمدنا على الترمين دول بس وخلاص، وطنشنا الباقيين لان هم في الاخر بنص، يعني هناخدهم عامل مشترك. بس لو هم مش متساويين ما ينفعش تهمل تاثيرهم، ساعتها لازم تاخد الجزء ده على بعضه كده، يعني تاخد الترم ده كده على بعضه والترم ده على بعضه. فانت ايه اللي انت هتغيره؟ ايه التغييرات اللي انت هتغيرها في الاثبات ده لو البروبابيلتي اوف 0 ما بتساويش البروبابيلتي اوف 1؟ مفيش نص طبعا، هتغير البروبابيلتي ده. الرسمه اللي انا كنت راسمها هنا ايه اللي اتغيرت؟ بدل ما ترسم بس البروبابيلتي بتاعت اكس لوحدها والبروبابيلتي بتاعت واي لوحدها، هتعمل لهم سكيلنج بالبروبابيلتي بتاعت ام اوف 0 والبروبابيلتي بتاعت ام اوف 1. يبقى ايه اللي هيفرق تاني؟ دي كانت هي دي المفروض ان دي هي البروبابيلتي، مش فاكر دي كانت اكس ولا دي اكس، باين probability of x، ودي كانت ال probability of y، صح؟ فانت بدل ما كنت بترسم ال probability of x لوحدها وال probability of y لوحدها اللي احنا كنا رسمينهم هنا دي، لا هتيجي تاخد probability of x تضربها في ال probability of 0 وال probability of y تضربها في ال probability of 1. فاللي هيحصل ان المنظر هيبقى شكله عامل كده، يعني عندك s1 of t s2 of t. S1 ده S1 ده اللي هو اللي انت اللي هي y، يعني فانت هتاخد y تضربها في probability of 1، فنفترض ان probability of 1 هي اللي كبيره، فانت هيبقى شكلها عامل كده، في حين ان S2 دي مثلا اصغر شويه، فدي عباره هتبقى عن probability of m equal 1 في b of y وy، دي اقل شويه، فدي عباره عن probability of m 0 في probability of x. ففي الحاله دي الثريشولد هيفضل في النص،
لا الثريشولد هيبقى اقرب بقى هنا لهنا في الثريشولد دايما عند التقاطع، فهتجيب التقاطع ما بين الاثنين دول، فده اللي هيفرق لو البروبابيلتي بتاعت الزيرو ما بتساويش البروبابيلتي اوف 1، ده اللي اتغير. طيب الحاجه الثانيه، طب لو انت عندك نون جاوسي هل هيطلع لك كيو فانكشن اصلا؟ لا، الكيو فانكشن دي طلعت بسبب ان انت بتكامل ديل الجاوسي. لو جالك حاجه تانية مش هيطلع لك كيو فانكشن، هيطلع لك حاجه هتجيبها بمساحه بالتكامل بقى ولا وات ايفر يعني. يبقى لو نون جاوسيان يبقى اول حاجه مش هيبقى عندك كيو فانكشن. الحاجه الثانيه، هل السامبلينج تايم هتختاره في القيمه اللي بت بت بتكبر اس 1 اس 2 برضه؟ لا هي كده. هل الفرق بتاع اس 1 واس 2 ده مبني على الديستريبيوشن؟ لا، كل ما بتكبر البتاع ده كل ما الديستريبيوشنز دي بتبعد عن بعضها مهما كان شكلها بقى، جاوسيان، مثلثات، مربعات، كل ما تبعدهم عن بعض كل ما البروبابيلتي اوف ايرور هتقل. فكصوره جنرال انت دايما بتختار سامبلنج تايم عند اكبر فرق، سواء بقى الديستريبيوشن ده جاوسيان ولا نون جاوسيان. الفرق انه مش هيطلع لك كيو فانكشن. الثريشولد ان جنرال بتجيبه عند الانترسكشن بتاعه السكيل بي دي افس دي، ودي بتطلع في النص لو كانت البروبابيلتي اوف زيرو قد البروبابيلتي اوف 1. بس في مشكله الكلام ده؟ فانت يعني هتلاقي بقى في المحاضرات مديك مساله لو الديستريبيوشن ده مثلث، الديستريبيوشن بتاع النويز مثلث، فانت هتعمل كل الخطوات اللي احنا قلناها، هتعمل مثلث يمين ومثلث شمال وتجيب الاريا بتاعت التقاطع بس. فهسيبك انت تعمل بتاع ده لان في حاجات اهم المفروض نعملها. تمام؟ طيب ماشي. اللي انا شرحته لغايه دلوقتي، كان السمبل ديتكتور. كان ايه السمبل ديتكتور تاني؟ عمال اعيد وازيد انا. عندك لو باس فلتر، لو باس فلتر ده هدفه انه يقلل الباور بتاعت النويز شويه، صح؟ بعدين داخل على سامبلر عشان انت عايز تاخد قيمه واحده تقارن بيها، بعدين ثريشولد ديفايس اللي هو بيقول لك ده 1 ولا 0. وقعدنا نحسب البروبابيلتي اوف ايرور بتاع السيستم ده لو احنا عندنا جاوسيان ديستريبيوشن. فلو عندنا جاوسيان ديستريبيوشن طلع ان الكيو اوف اس 1 واس اس 2 على 2 سيجما. ماشي، جميل. زي ما قلت لك في اول المحاضره، السمبل ديتكتور ده ديتكتور نص كم، بس ما قلتلكش السبب يعني. بس احنا حاولنا على قد ما نقدر ان احنا نحسنه، صح؟ فوصلنا لشويه حاجات كده تريكات كده نحسن بيها البرفورمانس. زي ايه؟ زي ان احنا نحاول نختار السامبلنج اللي يكبر الفرق ما بين اس 1 واس 2، صح؟ وقلنا مش هنقدر نلعب في سيجما ان قوي لان احنا عندنا لو باس فلتر، فهو هيعدي باور نويز محدده. في تريكه تانية نقولها، هل كان مهم شكل اس 1 واس 2؟ لا خالص. احنا قلنا ان الديتكتور ما بيهتمش تماما
بشكل S1 و S2 بدليل المسألة اللي احنا حليناها من شوية اللي كان فيها اشكال معقدة ورغم ذلك حليناها عادي. فهو الشكل بتاع S1 و S2 مش فارق، المهم قيمة السيجنال عند لحظة السامبلينج قد ايه. طيب فمن الثلاث معلومات دول عايز اموتيفيت الريسيفر الاوبتيمال اللي هو احسن ريسيفر ممكن تستخدمه. طيب هل اقدر اشيل اللو باس فلتر ده، اشيله واحط فلتر تاني، يعني هشيل ده كده، هحط اشيل ده خالص كده واحط فلتر تاني اسمه اتش اوف اف، او يعني وطبعا الامبلس ريسبونس بتاعه هو اتش اوف تي، بحيث يعمل لي ايه بقى، ركز، بحيث يكبر لي النسبه دي. تاني البروبابيليتي اوف ايرور بتاعت السيمبل ديتكتور هي مش معتمده لا على شكل السيجنال، هي معتمده بس على قيمه السيجنال عند لحظه السامبل. في نفس الوقت شكل السيجنال ما فرقش معاها، يعني انت لو بوظت السيجنال في النص مش مهم، المهم ان انت تكبر لي الفرق ده على قد ما تقدر. فلو انا شلت اللو باس فلتر اللي هو كان بيعدي لي باور نويز ثابته، خلي بالك اللو باس فلتر ده كان بيعدي لي باور نويز محدده رقم ثابت كده تقدرش تتحكم فيه، فانا هديزاين فلتر جديد، الفلتر ده هدفه ان يكبر الترم ده. لو قدرت اكبر الترم ده عن طريق فلتر جديد، مش انا كده جبت probability of error اقل بكتير؟ وخلي بالك الفلتر ده تفتكر هيبقى معتمد على ايه؟ هيبقى معتمد على شكل السيجنال صح؟ لان هو انا عايزه يعدي يا دوبك السيجنال بالظبط ويقلل لي النويز على قد ما يقدر، فهو هيبقى معتمد على شكل السيجنال فعلا. يعني انت عايز فلتر يبقى معتمد على شكل السيجنال اللي انت بتبعتها بحيث ان يكبر لي النسبه بين فرق السيجنالز عن النويز اللي هو ممكن نسميه الانستانتينيوس سيجنال تو نويز ريشيو. فالفلتر العجيب ده، الفلتر العجيب ده ده اللي بيسموه الماتشد فلتر، عشان زي ما الباشمهندس كان بيقول هو بيبقى ماتشد مع السيجنال بتاعتك، هو مستني السيجنال بتاعت S1 و S2 اللي انت بعته مستنيهم، فبيعديهم كامله واي حاجه تانية بيرميها. يبقى الماتشد فلتر تعريفه ايه بقى؟ يبقى الماتشد فلتر كديفينيشن هو عباره عن الفلتر اللي بيماكسمايز الانستانتينيوس سيجنال تو نويز ريشيو اوت، بيجيب اكبر سيجنال تو نويز ريشيو عند لحظه السامبلنج هنا. يبقى ده فلتر تاني غير اللو باس فلتر، فلتر شكله مختلف، هنعمله ديزاين النهارده، شكله مختلف هدفه ان هو يماكسمايز السيجنال تو نويز ريشيو هنا. السيجنال تو نويز ريشيو اللي قصدي عليها هنا ايه؟ هنسميها ايتا سكوير مثلا. فايتا سكوير اوتبوت دي عباره عن S1 of T، هحط O على اساس ان انا بتكلم على الاوت، S1 output of T ناقص S2 output of T squared على سيجما N نوت squared. ده اللي مقصود بالسيجنال تو نويز ريشيو الانستانتينيوس اللي هي قيمة السامبل لما تربحها كده جبت الباور بتاعت السيجنال عند لحظة السامبلينج، لما تربحها ما هي نقطة، هي رقم واحد، فلما تربعه بقى كأنك بتجيب الانستانتينيوس باور مقسومة على باور النويز عند لحظة السامبلينج اللي هي بره دي. يبقى الماتش فلتر هو بيعمل كده. الحاجة التانية إن الفلتر ده بيبقى ماتشد للإنبوت. عامل زي القالب كده، يبقى الماتش فلتر ده عامل زي القالب.
لما يخش له S1 ولا S2 يدي اوتبوت كبير جدا. اي حاجة تعدي تانية يطلع اوتبوت صغير. يبقى تاني ماتشت فلتر ممكن تفكر فيه ان هو زي القالب كده. عارف قالب المفاتيح؟ لو انت حطيت مفتاح صح على قالب اللي هو القالب الصلصال ده على بتاع المفتاح هيركب صح. فده ماتشد للمفتاح اللي انت كده. لكن لو كان حطيت اي مفتاح تاني مش هيخش صح. هيطلع اوتبوت صغير. فهو الفلتر ده ماتشد للانبوت بتاعه. طيب. فانا هدفي في الوقت اللي فاضل من المحاضرة ان انا ديزاين الفلتر ده. تاني رجعنا تاني كلمة الديزاين. فاكر هو في ثيم عام للجزء ده ان احنا عمالين بنديزاين احسن حاجات. فاحنا بنحاول نديزاين احسن ريسيفر ممكن. طيب. بس في مشكلة. في مشكلة صغيرة. ان انت هتديزاين على S1 ولا S2. هتديزاين الماتشت فلتر ده على S1 ولا S2. ما انت باينري صح؟ ممكن تكون بعد S1 ممكن تكون بعد S2. احنا مش عارفين في الاول هتبقى بعد ده ولا ده. فقال لك طب خلاص بداية كده هنديزاين الفلتر بتاعنا اللي هنسميه الماتشت فلتر ده على الفرق ما بين S1 و S2. اشمعنى؟ صح بالظبط. لان هو ايه اللي انت بتحاول تماكسمايزه اصلا؟ الفرق خلاص. فانا هديزاين فلتر وهمي. هو ده ما بيحصلش حقيقي. هعتبر ان اللي هيجي لي هو الفرق ما بين الاثنين سيجنال. ده مش هيجي لك بس الديزاين ده مقبول لان انت عارف ان البروبابيلتي اوف ايرور في الاخر معتمده على الفرق ما بين S1 و S2. يبقى انا الديزاين بتاعتي الديزاين هديزاين على ديفرنس سيجنال هسميها جي اوف تي اللي هي اس 1 اوف تي ناقص اس 2 اوف تي. يبقى انا هيبقى عندي فلتر هنا هسميه اتش ماتشد فلتر اوف تي. ولو جبنا للكلام ده فورير بتاعه هيبقى اتش ماتشد فلتر اوف اف. ده هيخش له ار اوف تي هيطلع ار نوت اوف تي. هتاخد سامبلينج هتاخد الثريشولد. وعند اللحظه دي تحديدا هكبر السيجنال تو نويز ريشيو الاوتبوت اللي هي ايتا سكوير. صعبه دي البروبلم نفسها فيها مشكله. تعريف المشكله بتاعتنا مفهوم. احنا عايزين فلتر. الفلتر ده لو رزعناه مكان اللوبوس فلتر هيبوظ شكل السيجنال. اه ما هو فلتر مش لوبوس فلتر مش هيعدي كل حاجه. هو هيشوه شكل السيجنال اللي داخلاله. بس ده يفرق معايا؟ ما هو شكل السيجنال في الاخر ما بيفرقش. هيشوه السيجنال اه بس هيخلي السيجنال تو نويز ريشيو عند الثريشولد اكبر ما يمكن. وبالتالي هو ده الاوبتيمال ريسيفر. بعد كده نبص شكل السيجنال عشان نعمل ايه؟ طب واللي انا هستبدله ده ايه؟ احنا في الاخر ما بنبصش على شكل السيجنال S1 و S2. احنا عايزين نعرف ده 1 ولا 0. بس انا مش مهتم بشكلها اصلا. مش شكل ولا لا 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 احنا ديجيتال صح؟ احنا ديجيتال. المسج بتاعتك في دي 1 ولا 0. لكن شكل السيجنال اللي انت بتبعته في الهواء مش مهم اصلا. او على الاقل لو انت استخدمت ثريشولد ده الوضع يعني. طيب كويس قوي. نشوف بقى نعمل الكلام ده ازاي. فهنبتدي ان احنا ار اوف تي اللي جايه لنا دي ركز معايا دي الديزاين بتاعتي. فالسيجنال اللي هتجي لك هنقول ان هي عباره عن جي اوف تي زائد النويز. تاني هل انت هيجي لك جي اوف تي؟ لا انت بيجي لك يا اما اس 1 يا اما اس 2. بس احنا قلنا مساله وهميه كده هنحلها الاول قبل ما نرجع للديجيتال سيستم ان انت عندك الفرق ما بين السيجنال والفرق ده منطقي صحيح لان البروبابيلتي فيرم معتمد على الفرق. فانت جاي لك جي اوف تي زائد النويز. لما تعدي على الفلتر هيطلع جي اوتبوت اوف تي زائد النويز اوتبوت اوف تي.
بعدين خدت السامبل فبقت دي جي اوتبوت اوف تي كابيتال زائد نويز كابيتال. وعند النقطه دي هتحاول تجيب السيجنال تو نويز ريشيو. طيب محتاجين نفتكر شويه حاجات الصراحه قبل ما نعمل الاثبات ده، لان هو يعني محتاج شويه سيجنال بروسيسنج يعني. فهفكرك بشويه حاجات كده. اول حاجه، لو انت عايز تديل عايز تشوف الاوتبوت بتاع سيجنال مع فلتر، فعلى حسب السيجنال بتاعتك ديترمينستك ولا راندوم هتتعامل مع الفلتر، صح؟ طيب لو كانت السيجنال دي ديترمينستك عندك فلتر اهو، الفلتر ده اسمه h of t والفريكوانسي ريسبونس h of f وداخل x of t، الاوتبوت y of t. لو عايز تدرس y of t تعمل ايه؟ صح، y of t ده عبارة عن x of t معمول له convolution مع h of t، او ممكن نجيبه من الفريكوانسي دومين، convolution ده يتحول لايه؟ لضرب، يبقى y of f بتساوي x of f في h of f، صح. طب لو راندوم، عندك نويز مثلا، ملهاش غير طريقة واحدة دي، نعملها ازاي دي؟ خدتها في الانالوج كوميونيكيشن، صح، بتتعامل مع الباور سبيكترال دنسيتي، صح؟ كانت العلاقه الوحيده اللي بتربط الراندوم سيجنالز دي ببعضها ان الباور سبيكترال دنسيتي في الاوتبوت بتساوي الباور سبيكترال دنسيتي في الانبوت اللي هي هنا دي، يعني دي اس ان اوف اف، ده اس ان اوتبوت اوف اف. خلي بالك ده مش الفريكوانسي دومين بتاع ده، ده مجرد باور سبيكترال، ده توزيع الباور على الفريكوينسي مضروب في اتش اف سكوير. ولو عايز تجيب الباور عند الاوتبوت، عايز تجيب باور النويز عند الاوتبوت تعمل ايه؟ ما انا لسه قايلها، لسه مغششك. الباور سبيكترال دينستي يعني ايه؟ توزيع الباور على الفريكوينسي. طب انت عندك توزيع الباور على الفريكوانسي وعايز تجيب الباور الكليه تعمل ايه؟ تجمعهم، او عشان هي دي كونتينوس فانكشن يبقى هتكاملهم على الباند بتاعك، صح؟ يبقى الباور دي عباره عن تكامل من ماينس انفينيتي لانفينيتي بتاعه اس ان اوتبوت اوف اف دي اف. صعبه دي؟ طيب معلومات عامه بقى انت المفروض عارفها، بس يعني نقولها بسرعه. يعني لو انت عندك كونجكت، عارف يعني ايه كونجكت؟ بتاع الكومبلكس، كونجكت بتاع رقمين مضروبين في بعض، الكونجكت بيتوزع، يعني الابسوليوت فاليو برضو لو رقمين مضروبين في بعض الابسوليوت فاليو بيتوزع، الابسوليوت فاليو بتاع اكسبوننشال a to the j something a to the j x ايه الابسوليوت فاليو بتاعته؟ واحد، لان ده فيز، صح؟ حاجات من النوعيه دي ماشي. طيب في حاجة تانية انت ما تعرفهاش بقى، بس يعني بس هي مهمة بقى في الإثبات ده، حاجة بيسموها الكوشي شوارتز انيكواليتي. ممكن تكونوا خدتوها في الفيكتورز قبل كده، سمعت كوشي شوارتز انيكواليتي دي قبل كده؟ خدتوها في اللينير الجبرا، في الفيكتورز، ماشي مش مشكلة، هقوله مختلف anyway. يعني دي علاقة من التكامل، من علم التكامل عموما، بيقولك لو انت عندك تكامل حاصل ضرب دالتين وليكن x f1 of x مضروبة في f2 of x، ماشي؟ حاصل ضرب دالتين في x، وهتربع التكامل ده تكامل محدد، فده رقم يعني، فانت تكامل محدد ربعته، دي الحاجه اللي انا عايزك تجيب اعلى قيمه ليها،
فانت لو عندك تكامل متربع كده فاقصى قيمه للتكامل ده انك توزع التربيع ده جوه وتقسمه اتنين تكاملين. فتاني ايه كوشي شوارز انيكواليتي دي؟ دي علاقه في التكامل بتقول لو انت عندك تكامل محدد متربع فاقصى قيمه للتكامل المتربع ده انك توزع التربيع جوه الحاجات اللي جواه وتفصلهم تكاملين، حصل الضرب بتاعهم ده اقصى قيمه للتكامل ده. دي انيكواليتي، دي انيكواليتي لان ده اصغر من او يساوي ده. هل ينفع يتساوي؟ اه ينفع يتساوي. يتساوي لو كان f1 of x بتساوي ثابت في الكونجيجيت بتاع، خلينا يعني دي ضربه في f2 conjugate of x. لو هما الاثنين في اتجاه واحد ساعتها القيمتين دول يبقوا زي بعض. دي واضحه من التعريف صح؟ يعني لو حطيت f1 بتساوي f2 conjugate يبقى انت عندك هنا f1 تربيع صح؟ وانت هيبقى عندك f1 تربيع هنا و f1 تربيع هنا فيطلعوا زي بعض فعلا. بس الجديد هنا ان دي الطريقه الوحيده اللي تخلي ده يساوي ده. خلي بالك كوشي شوارز بيقول لك التكامل ده دايما اقل من التكامل ده. يتساوي بس لو الاولاني ثابت في الكونجيت بتاع الثاني. ماشي؟ حلو قوي. طبعا مش واضح ده جه منين ومش مهتم بيه دلوقتي. لكن ده بشكل ما هو اللي هيثبت لنا الاثبات. فتعالى بقى نشوف هنعمل الاثبات ده ازاي. طيب حلو قوي، تعالى بقى نعمل الاثبات هنا بسرعه. طيب هنتعامل، هو انا ليه اصلا ليه فرقت ما بين الديترمينستك والراندوم؟ ليه فكرتك بالاثنين ما فكرتكش بواحد فيهم؟ لان السيستم عندنا فيه حاجتين، جزء منه جي اوف تي ده معروف ديترمينستك والنويز راندوم، فاحنا هنتعامل مع الاثنين. فتعالى نتكلم على الديترمينستك الاول. عندك جي اوف تي دخل طلع جي اوتبوت اوف تي. جي اوتبوت اوف تي ده ممكن اكتبه بتعريف فورير انفرس. انا عايز اكتبه من الفريكوانسي دومين، فانا ممكن اقول ان ده عباره عن فورير انفرس بتاع الجي اوف اف. صح؟ حد يعرف تعريف فورير انفرس ايه؟ اللي هو تكامل صح؟ تكامل جي اوتبوت اوف اف في اي تو ذا جي 2 باي اف تي دي اف. طيب وجي اوتبوت اوف اف السبيكترم بتاع جي اوتبوت بعد الفلتر نكتبه ازاي؟ لسه قايلينها، لو عندك ديترمينستك يبقى انت الاوتبوت في الفريكوانسي دومين هو عباره عن الانبوت في الفريكوانسي دومين مضروب في اتش اوف اف. يعني الكلام ده عباره عن تكامل من ماينس انفينيتي لانفينيتي بتاع جي اوف اف اللي هو الانبوت مضروب في اتش اوف اف في اي تو ذا جي 2 باي اف تي دي اف. بس انا ما يهمنيش السيجنال كلها، انا يهمني عند لحظه السامبلينج بس. اعمل ايه في الاكسبريشن ده؟ اعمل ايه في الاكسبريشن ده عشان اجيبه عند لحظه السامبلينج بس؟ اشيل التي دي واحط مكانها تي كابيتال بس، خلاص خلصنا. يبقى جي اوتبوت اوف تي عند لحظه السامبلينج هو تكامل ماينس انفينيتي الانفينيتي بتاع جي اوف اف في اتش اوف اف في اي تو ذا جي 2 باي اف تي كابيتال دي اف. ماشي؟ ماشي. طب بالنسبه للجزء الراندوم بقى النويز، يعني عندك نويز عدت على فلتر، تعرف تجيب الباور بتاعتها؟ لسه كاتبينها. يبقى بالنسبه للنويز سيجما ان نوت سكوير ده عباره عن تكامل اس ان اوتبوت اوف اف دي اف
والباور سبيكترال دينستي بتاعه النويز هي عباره عن الباور سبيكترال دينستي بتاعه الانبوت مضروب في اتش اف اف سكوير. خلاص ماشي تقريبا كده خلصنا. يبقى كده السيجنال تو نويز ريشيو اللي انت كنت عايز تحسبها او اللي هي ايتا نوت سكويرد. ده عباره عن جي نوت اوف تي سكويرد على سيجما ان نوت سكويرد. مش ده اللي انت كنت عايز تحسبه؟ طيب نعوض، احنا جبنا ده وجبنا ده، يبقى الكلام ده بيساوي جي اوف اف في اتش اوف اف في اي تو ذا جي 2 باي اف تي دي اف سكويرد على تكامل مايز انفينيتي الانفينيتي بتاع اس ان اوف اف في اتش اوف اف سكوير دي اف. ماشي؟ واضح دلوقتي ليه احنا استخدمنا كوش شوارتز؟ بالظبط، انت عندك تكامل متربع فوق. بص بقى الحته دي، دي التركه كلها اللي في الموضوع. انت عندك تكامل متربع فوق، التكامل المتربع ده انت عايز تكبره وتخليه اكبر ما يمكن، صح؟ فانت ممكن تستخدم كوش شوارتز، ما انت عارف ان ده اكبر قيمه بياخدها، صح؟ يبقى هتعوض بيه هنا بطريقه ما، وبعد ما تعوض بيه هتشوف الكونديشن اللي يخلي الماكسيمم ده يتحقق اللي هو الكونديشن ده. من الكونديشن ده هتديزاين الفلتر. تاني التركه دي صعبه ومهمه وظريفه في نفس الوقت، كل ده مع بعض. صعبه ليه؟ لانها ما تجيش في دماغك على طول. هي انت عندك اكسبريشن في تكامل متربع، انا مش عارف اتصرف مع التكامل المتربع ده، فافتكرت ان في حاجه اسمها كوش شوارتز كان بيتعامل مع التكاملات المتربعه وبيديني ابر باوند، بيديني قيمه ماكسيمم هيوصل لها، فهعوض القيمه الماكسيمم اللي كان بيوصل لها دي. بس كوش شوارتز بيقول لك القيمه دي ما تعرفش تجيبها غير لو التكامل الاولاني كونجكت الثاني. يبقى هنستخدم الشرط ده عشان نديزاين الفلتر، بس هنعمل كده. بس هنعمل حته صغيره قوي عشان نظبطها، بس ان احنا هنضرب، هنقسم هنا على جذر اس ان اوف اف ونضرب في جذر اس ان اوف اف. انا ما عملتش حاجه، هقول لك ده بس عشان نسهل الحسابات. لما اضرب في جذر اس ان اوف اف واقسم عليه، خلي بالك كده الجزء ده كده على بعضه، ده كمان شويه هيتربع، صح؟ ما كوش شوارتز بيوزع التربيع جوه، صح؟ فده لما يتربع يبقى زي المقام ولا لا؟ هي بس تركه بس حسابيه مش اكتر. فبالحاله دي بكوش شوارتز ممكن انت تقول ان ده عباره عن التكامل بتاع جذر اس ان اوف اف في اتش اوف اف مضروب في جي اوف اف في اي تو ذا جي 2 باي اف تي على جذر اس ان اوف اف. ده لسه يساوي. هتطبق بقى كوش شوارتز. فلما هتطبق كوش شوارتز يبقى انت هتاخد التربيع اللي بره ده، التربيع اللي بره ده توزعه جوه، يبقى الكلام ده اقل من ربع بقى ده، ربع بقى المقدار ده لوحده وربع المقدار ده لوحده، يبقى عندك اس ان اوف اف في اتش اوف اف سكوير دي اف مضروب في g of f e to the j 2 pi f t على جذر s n of f تربيع على
احنا عملنا التركه دي كلها عشان نطير البسط مع المقام، فده هيروح مع ده، فيطلع ان الكلام ده عباره عن تكامل من ماينس انفينيتي لانفينيتي بتاع جي اوف اف في اي تو ذا جي 2 باي اف تي على جذر اس ان اوف اف الكل تربيع دي اف. سؤال، الابسوليوت فاليو مع اكسبوننشال، ما نشيل الاكسبوننشال ملوش لازمه صح، والقيمه اللي انا جبتها دي عباره عن ايه اللي انا جبته ده؟ لا سيبك من معناه الفيزيكال النهارده، لا دي عباره عن ايه اللي انا حسبته ده؟ ايه ده؟ اكبر سيجنال تو نويز ريشيو ممكن تجيبها في الدنيا، يعني اي فلتر هتستخدمه لازم هيجيب اس ان ار اقل من دي. يبقى اللي انا جبته دلوقتي من المعادله دي هو الماكسيمم سيجنال تو نويز ريشيو لاي فلتر، بس الماكسيمم ده لو انت عايز تجيبه بالظبط تعمل ايه؟ لا مش احنا طبقنا كوشي شوارز فين؟ طبقناه هنا صح؟ يعني عايز المقدار ده يكون كونجيجيت ده، هو كوشي شوارز بيقول كده، عندك حاجتين مضروبين في بعض، امتى تجيب الماكسيمم بتاعهم؟ لو اف 1 بيساوي كونجيجيت تين، فاحنا قسمناه من هنا صح؟ يبقى لو ده كونجيجيت ده كده ده احسن فلتر في الدنيا، يبقى الديزاين بتاع احسن فلتر في الدنيا، وده اخر حاجه هنقولها. بتساوي كونستنت مضروب فيه الكونجيجيت بتاع ده. طيب هو الكونجيجيت بتاع ده يتجاب ازاي؟ قلنا الكونجيجيت بيتوزع على الضرب صح؟ طبعا دي قيمه موجبه طبعا، دي مالهاش دعوه بالموضوع خالص، فعباره عن كونستنت في جي كونجيجيت اوف اف كونجيجيت بتاع اي تو ذا جي اي تو ذا ماينس جي صح، عندك اي تو ذا ماينس جي 2 باي اف تي على جذر اس ان اوف اف. انا عايز اتش اوف اف بقى، ده هو ده الماتش فلتر بتاعك. يبقى الماتش فلتر هقسم بس ده هنا، يبقى بيساوي كونستنت مضروب في جي اوف اف اي تو ذا ماينس جي 2 باي اف تي على اس ان اوف اف. الجي نفسها هي ايه؟ ايه الجي دي اصلا؟ اللي هو الفرق ما بين اس 1 واس 2، يعني انا ممكن كنت اشيلها واكتب مكانها اس 1 اوف اف ناقص S2 of F. طيب هي طبعا معادلة مكعبلة مش هنتعامل بيها بعد كده ما تقلقش، يعني ده الجنرال ماتشد فلتر، ده الجنرال ماتشد فلتر لو كان النويز نون وايد جاوسيان نويز جنرال ليها اي باور سبيكترال دنسيتي. المرة الجاية هنركز على الماتشد فلتر في حالة الوايد جاوسيان نويز اللي يهمنا. اللي عايزك بس تاخد بالك من المعادله المكعبله دي، الماتشد فلتر طلع معتمد على ايه؟ على اس 1 واس 2 ولحظه السامبلنج والباور سبيكترال دنسيتي بتاع النويز، يعني معتمد على كل فسفوسه في السيستم، عشان كده هو ماتشد، يعني بيماتش الكاركترستكس بتاعت الديجيتال سيستم بالظبط. ده ميزه، طبعا ده ميزه لانه دقيق جدا، بس عيبه ايه؟ لو اي حاجه اتغيرت في السيستم لازم تعيد الديزاين ده كله ماشي، بس هنكمل المره الجايه.